خلونا بقى نروح للاتحاد السكندري. وكنا من ثلاث ايام تقريبا كان في اخبار طبعا عن استقاله الحاج محمد مصلحي من اداره نادي من رئاسه نادي الاتحاد السكندري. النهارده الحمد لله نبارك للاسكندرانيه عوده الحاج محمد مصلحي. بينضم لنا على الهاتف الاستاذ محمد سلامه عضو مجلس الاداره اداره نادي الاتحاد السكندري. استاذ محمد برحب بحضرتك، يا صباح الخيرات. ربنا يخليك يا فندم، احنا اللي بنرحب بيك و الف مبروك على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا فندم. والله الامور عادت الى ما صابها الحمد لله، رب العالمين. طب الحمد لله، ايه الكواليس بقى؟ يعني كواليس الذهاب وكواليس العوده. اذا كعاده الاتحاد الشعبيه والضغوط اللي تمارس عليها، يعني عندنا طبعا ضغوط الجمهور من ناحيه، كان في نهائي الباسكت كان الموضوع طبعا صعب. انت عارف ان كره السله يعني طبعاً. هي اسكندريه طبعا، ونادي الاتحاد بالذات اكبر فرقه واخده بطولات كاس في مصر. فطبعا نادي الناس دايما غير متقبله اي مركز غير المركز الاول، مع يعني الحمد لله احنا في اخر 4 سنين كنا في النهائي في الفاينل 4 سنين متواصلين، يعني خدنا بطوله والثلاثه لما خلفنا التوفيق يعني. فبرضه ان احنا بنوصل للنهائي الناس برضه يعني دايما مش متقبله فكره ان الاتحاد ما يبقاش ممثل بقى في كره السله يعني. وحصل شويه من قله يعني من مش هقول الجمهور، ان الجمهور الاسكندريه جمهور الاتحاد جمهور واعي وناس جميله يعني، ما تقدرش تقول يعني شويه قله كده بدات تهاجم الاستاذ محمد خصوصا. ما هو ده اللي انا يعني مستغرب له يعني استاذ محمد، ان في حب متبادل من قبل جماهير نادي الاتحاد السكندري وما بين حاج محمد مصلحي. ايه اللي يعني ايه اللي غير الموضوع؟ يعني بص، لا خالص والله، زي ما بقول لحضرتك هي قله واكتمل الموضوع برضو كان بالضغوط. كان بقالنا فتره استاذ محمد طبعا كان مستني يعني حد البطوله منتخب، مش عايز يحسس حد باي نوع من انواع المشاكل والضغوط اللي بتمارس علينا. والضغوط دي طبعا كانت متمثله في ضغوط ماليه كبيره جدا. عارف حضرتك احنا عندنا 19 لعبه، احنا نادي شعبي جماهيري رياضي اجتماعي، يعني الضغوط كبيره جدا. فطبعا يعني الضغوط الماديه بقت الفتره الاخيره كبيره، خاصه ان احنا مع التوسعات اللي حصلت في فرع سموحه والانشاءات الجديده اللي بتتعمل، والنادي محتاج دعم كان للانشاءات. فكنا قابلنا سعاده الدكتور اشرف سكري محل وزير الرياضه، وكان في جلسه مع مجلس الاداره في رمضان، وكان وعدنا في الوقت ده ان هو يشوف يعني حل. انا عايز اسال عليه تحديد يعني استاذ محمد، ايه اللي دار في الاجتماع ده؟ ايه الوعود اللي تلقاها اداره نادي الاتحاد؟ هي الوعود ان احنا تسهيل عمليات التراخيص اللي مطلوبه، سواء في انشاء المولات اللي موجوده على سور النادي، سواء اللي في الشاطبي او اللي موجود في فرع سموحه، تساعد شويه ان هي تدر يعني عائد مادي. طبعا تبقى مصادر دخل نقدر نصرف منها، سواء على التطورات او التوسعات في الانشاءات، او نصرف منها على النشاط الرياضي. انت عارف حضرتك برضه ان احنا ما عندناش جوانب رياضيه سهله الربح، يعني انت مش نادي خاص تقدر تحدد اشتراك لكل لعبه مبلغ مثلا كبير يقدر مثلا يبقى فيه فائض اخر سنه. بالعكس يعني احنا بنحاول نخدم الاعضاء والناس اللي موجوده. طيب يعني عظيم جدا. الملخص الحمد لله يعني ان هو الاجتماع يعني عودا احمد. طيب استاذ محمد، يعني احنا في سؤالين. السؤال الاول عن زوران كان في برضو يعني ترددت الاقاويل ان هو ماشي، والسؤال الاخر عن استعدادكم لماتش الزمالك. تمام. والله بص حضرتك، هو موضوع زوران طبعا اكيد حضرتك متابع وشفت اللي حصل. طبعا برضو كان نتيجه الاجواء الطبيعي في الاجواء، كان استاذ محمد كان مبتعد وبدات برضو الناس تقلق، سواء لعيبه او اجهزه، ان برضو وجود الاستاذ محمد حاجه طبعا محدش يقدر ينكرها. وجود الاستاذ محمد على راس المنظومه دي حاجه، فده بيدي تطمين للمدير الفني ان هو يكمل وان يكون في استقرار. اجواء من الاستقرار في طيب ده عظيم جدا. يعني رقم واحد زوران
مكمل ان شاء الله على راس الاداره الفنيه لنادي الاتحاد. استعدادكم لماتش الزمالك؟ ان شاء الله. والاستعداد ماتش الزمالك استعداد طبعا. الموضوع طبعا يعني احنا بقالنا فتره عندنا باد لك كده في اخر 5 6 ماتشات، فكنا احنا وصلنا لمرحله معينه كنا بننافس على المركز الرابع. النهارده ابتعدنا، الموضوع بقى في كل ماتش بيجي في بعد الدقيقه 70 75، وده كان بيتكلم فيه مستر زمان مع اللعيبه وبيشد منهم، يعني انه ان احنا بقى لنا ماتشين بيجي بعد الدقيقه 70 يوم متعادلين، سواء ماتش المصري او ماتش بيراميدز ما بنكملش ما بنحصلش ما بين يعني، فالدنيا بقت صعبه جدا. وهو طبعا احنا داخلين على كام ماتش صعبين، اولهم ماتش الزمالك، بعد كده البنك عندنا كمان، والبنك طبعا انت عارف ان هو مرحله خطر بالنسبه لصراع الهبوط، طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا. بالاضافه بعد كده عندنا بيراميدز في كاس مصر، وبعدين عندنا كمان سيراميكا كليوباترا في القاهره في دور قبل النهائي في كاس الرابطه. ماتشات كلها هامه وحساسه وصعبه. لسه البرنامج بيحاول يرفع درجات التركيز مع اللعيبه. ان شاء الله هيرجع، يعني الماتش الجاي مش هيرجع محمود علي لان لسه عنده ماتش وقف ماتش الزمالك، لكن هشام صلاح هيرجع من الايقاف. ان شاء الله بقيه اللعيبه كلها تبقى كامله وجاهزه على الماتش الجاي، وربنا يوفقنا والله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد سلامه، عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، بشكرك والف الف مبروك عوده الحاج محمد مصلحي مره اخرى لبيته نادي الاتحاد. طيب.